الله يكون بعونك. شو خلي طمني. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. يا ام بديعة مثل ما وصيتك ها بدك تدهني مية الصبار كل يوم على بطنك وعلى كتفك. والله بحط والله بحط بس الوجع رهيب بعدي ما بقدر اني اتحمل ما بقدر اني اتحمل الوجع يا ام خليل والله ما بقدر اني. ان شاء الله خير راح الشر تقدري راح الشر. هلا فاهميني يعني هذا الحرق ايه بده يزول؟ واحد الله سكور هذا حرق حرق مو لعبه والقصه بدها طولة بال وصبر لك ابني. يعني قديش بدي اصبر؟ يعني بدها شي 3-4 أسابيع لحتى تطيب. قولي على ابتي بدي ضل متحمل الوجع 3-4 أسابيع. يا ربي دخيلك دخيلك يا ربي يا ربي على هالبلا يا ربي على هالبلا. لا تزوح وتنوح زكور ولك حمود ربك لك ابني يلي مرتك ما راحت فيها. الحمد لله. طيب بعد هالمدة هي بيروح الحرق؟ بنقول ان شاء الله بنقول ان شاء الله ان شاء الله. بس انت حاجة نقبه حاجتك. يلا قول اعمل وكيل حسبي الله وكيل يا رب يا رب.